Et on va voir. إذن من سيكون الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى من بين زهير العروبي، أنس الزنيتي وعبد الرحمن حواصلي؟ حارس مرمى بطولة صالة المغرب قسم أول أنس الزنيتي. أنس الزنيتي إذن حارس مرمى فريق الرجاء البيضاوي يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى لهذا الموسم، هنيئا لأنس الزنيتي. برافو أنس، برافو برافو برافو، فيليسيتاسيون. Ce trophée, s'il vous plaît. Voilà. هنيئاً. خالد. هنيئاً إذا للمتوجين. خالد جديد في التنس، مازال ما بغاش يهدي الله، مي بون. سافا فينيغ. الآن